حلوة، لعبتي هي ريفرسي. اللعبة يعني حلوة كانت اللعبة. أنا بصراحة يعني أجيت لهون مشان يعني أشوف الجو، أتعلم شلون لازم ألعب بطولات أكبر مثلاً، بس أجيت لهون والله ما أقدر يعني أفوز وخسرت. كنتي متوترة اليوم؟ لا لكن شو اللي صار معي؟ ما بعرف، بس يعني كان في أشخاص أكبر مني. كان في أشخاص أكبر؟ أصلاً يعني أنا صغيرة ألعب هاللعبة، بس أنا اخترت هاللعبة. مع كم حدا تنافستي اليوم؟ مع خمس أشخاص. مع خمس أشخاص يعني منهم ضمنهم كتير كبيرة علي يعني ألعب معهم، ومن ضمنهم كتير مناح يعني عادي. كمل 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 أنا فزت بالمرتبة الثالثة. أنا مدربتني الآن سيرفت على لعبة البنتاجو، السودوكو، كيوبيت والمنقلة. طيب بشو لعبت اليوم أنت؟ شو كانت لعبتك؟ ببنتاجو. تحتاج تركيز ولا وقت ولا شو؟ تحتاج التركيز، التركيز لمدة 15 دقيقة، ويلعبها شخصين فقط. كان في منافسين أقوى منك؟ نعم يوجد قليلاً. كيف قدرت تتغلب عليهم؟ لقد تغلبوا علي، ولكن لم أتغلب عليهم لأنهم أذكياء جدا. ضمت هذه البطولة جميع مناطق الشمال السوري المحرر، وبلغ عدد المنتسبين والمستفيدين أو المشاركين في هذه البطولة 192 مشاركا. طبعا هذه هي البطولة الخامسة لبطولة ألعاب العقل والذكاء، ولكن هي البطولة الأولى التي يشرف عليها الاتحاد السوري للألعاب العقل والذكاء والشطرنج. اعتمدنا على فئتين بالنسبة للألعاب، وهي الألعاب الستة الأساسية من ألعاب العقل والذكاء. الفئة الأولى من 7 سنوات حتى 10 سنوات، والفئة الثانية من 11 سنة حتى 14 سنة. طبعا بالنسبة لألعاب العقل والذكاء هي ألعاب كثيرة ومتنوعة ولا يمكن حصرها، ولكن اعتمدنا على الألعاب الأساسية المتنوعة بما يخص التركيز، التخيل، قدرة التذكر، وقوة التحمل والضغط الذي ممكن أن يقع تحت المشاركين.